البارح لحد المحكمة العسكرية البوليدة كانت مسرح لمحاكمة ما كانش يستناو ردة فعل المتهم. المتهم عقيد كانوا داروه قنصل في أليكونت من 2000 ل 2021، ومن بعد لأنه ما يمشيلهمش في الخط ديالهم وين يبعثوه؟ يبعثوه الحماقير، مركز حماقير. أنا خدمت في الأمن ونعرف واش هذا. اللي يحبوا يعاقبوه من الضباط يبعثوه الحماقير. من ضمن نشفى الضباط يتعاقبوا بعد ولا جنرال ماجور جنرال رضوان، كان من قبل في هذاك الوقت نقيب، كان كابتن معاقبوه ومسكين يعني خاطيه حتى لأنه كان في الديوان تاع مصاب الرصيف الله يرحمه. لما تبعد مصاب الرصيف حاسبين على الدخل ديالو، وباش ما يطلبوش، كان يحيى رحمه الله يرحمه كان حاب يطلبو لعندو يروح للمداب، فيبعدوه بعثوه الحماقير. بعثوه الحماقير، الحماقير هذي جا مركز على الحدود الجزائرية المغربية، هذه ظروف ما تطاقش. ابيان بعثوا ليه الكولونيل بن ناصر وعلام شغل العقوبة، ماهوش ندير هذا الشيء. هذا انسان جامعي درس في جامعات أوروبية، عنده مستوى تعليمي وثقافي اللي من المفروض يستغلوه. لا ما بقاتش مخابرة الجزائرية، ما بقاتش مخابرات تعتمد على الذكاء والكفاءة. شني بلوز ان سيرفيس دانتيليجونس، لو رونسينيمون سي سيرفيس دانتيليجونس، ولا لو سيرفيس دو لا بيتيز. المخابرة الجزائرية هي مصلحة الغباء، مصلحة التغيوليت. وليد نعم هذا هو هذا. دونك بعثوا بعد ما حكموا داو البليبان لانهم اتهموه باللي راهو عمل مؤامره ضد بوعلام بوعلام وضد تبون. السيد ناس بيعرفوه مش ان بوتشيس ولا دائما بروف، بعثوا سيبير بعثوا للقنصل وقال، ولكن اللي دبروا له المكيده هذه رباعي جهنمي شيطاني متكون من جنرال سيد علي ولد زميرني وخوه حسين عبد الحميد، حسين بولحية اللي اسمه حميد أوبلعيد، هادو مع زوج خرين معاهم لدن دبروا لهم هاد الماكينة. لما جابوه المحكمة البارح اسم شهود عيان الشافي عبر المحكمة طلب حضور حسين بولحية المجرم الحرام اللي كان يقتل في الناس كيما ناصر جن في سي بي ام، طلبوا قال لهم يجي هذا يقابلني.
مادام خاص انه قضية ربطوها بقضية العقيد دار التعميرات اللي كان حتى هو في مديرية الأمن والتوثيق، ومن بعد كان مسؤول مكتب الأمن في باريس في السفارة الجزائرية في باريس، ودخلوا القايد صالح، شوفوا القايد صالح واش دار في الناس، دخلوا رماه الحبس واتهموا بالتخابر مع الجهات الفرنسية. وعلاش دخل مع الجهات الفرنسية؟ قالوا لي انك ما خبرتنيش، اتصلت وما خبرتنيش. معلاش نخبرك انت قائد اركان؟ ما خبركش. كتب المدير الامن الخارجي والمسؤول الاول على جهاز الامن كان بوتفليقة الرئيس، وبما انه الرئيس كان غايب وعلاش القايد صالح خليت يغيروا يردوا الأجهزة الأمنية التابعة للرئاسة، ولا التابعة للرئاسة. دونك هذا لمن يرون ديكوب للمنسق تاع الأجهزة الأمنية اللي كان بشير طرطان وسعيد بوتفليقة، والاتصالات مع المخابرات الفرنسية شيء عادي جدا، لأنه كان تنسيق أمني ماهوش من البارح. التنسيق الأمني بين جهاز الأمن الجزائري وجهاز الأمن الفرنسي بدأ من سنة 84 مع قدوم شادلي إلى الحكم. تنوع ثلث الجزائر تعمل تنسيق أمني مع الأجهزة الإسبانية الإيطالية الفرنسية الأمريكية، دير معهم كاع تنسيق أمني بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية المغاربية. وكان مجلس مغاربي للأمن، وشرفت أنني كنت في دورة جوان 1990 أنا الأمين العام تاع المجلس، واللي كانت مترأسته الجزائر من خلال جنرال بتشين. كل ست شهور تتغير الرئاسة وتغير الأمين العام. كاين تنسيق أمني ما بين الدول. أنا حصل لي أني مشيت لتونس ودرت دورة تكوينية ومحاضرات وكذا للأمن العسكري التونسي اللي كان ذاك الوقت على رأسه الجنرال بن سليمان، واستقبل الجنرال بن سليمان وأنا جيتان سامبل ليوتنون، جيتان جون ليوتنون. كان في إطار تنسيق كان هذا يتم. شوف يعني التنسيق الأمني هذا الراجل دخله الحبس، قال لك راهو تآمرت وطارق أميرات هو ولد سليمان عميرات، طارق عميرات ولد سليمان عميرات، قال راك تخابر مع الخارج. الناس هربوا عليه أثناء المحاكمة، طلب يجيبوا هذا حسين بولحية والحرام، وزاد طلب قال لهم جيبوا جنرال شنقريحة ونتحداه. قالوا نتحداه لأنه هو اللي راه يحمي في هذه المجموعة منهم حسين بولحية. هنا بروكيرور ما كانش يستناو فيها، بروكيرور فريد بخاري، فريد بخاري اللي حتى هو عرف الحبس، دخلوا للحبس وعاود يقرا الدابة وعاود يخرجوا وزاد عاود يردوه وزاد عاود خرج ودخلوا بروكيرور. شوفوا الجزائر كيفاش كي دخلوا العبس كي ليوتنون كولونيل دو فراو كولونيل. فريد بخاري بالمناسبة باباه راجل، باباه فحال القاسم بخاري كان بروكيرور، كان يجي عندي للبيرو، وكان نوتر بن ناصر ماشي بن ناصر صغير علينا حنا، بن ناصر بوعلام كان بن ناصر واحد آخر، نقعدو في لافيلا براسا
ونحكيو ما خليو لا في الشابلي ولا في العماري ولا في نزار ولا في حتى القيادة العسكرية، خاصة عسكر في مصر، كنا دي كابيتان في بلادنا. لا هو يقول هذا تاع جهاز أمن دروك يكتبوا بيا، ولا حنا نقولوا هذا راهو بروكيور دروك تشمال يدير لنا، لا نتكلموا بكل صراحة كلها. وعنده لسانه ما كانش، هو ولد جاي تربى في مدرسة شباب الثورة، ولدو فريد بخاري حاجة أخرى، يقولوا لي بلي صاحب شنقريحة ولد شنقريحة، إلا صاحب ولد شنقريحة سي نورمال يخرج من الحبس وراه بروكيور بعد ما كانوا ديكرادا ودخلوا الحبس وداروا فيه وضربناه. ولكن الكولونيل بن ناصر بوعيم حكاو بابه جنرال، ماشي بابه كولونيل، لأن الكولونيل القاسم بخاري خرج بجراد كولونيل، ما طلعش جنرال، خرجوا بوتفليقة في أول زيارة ليه لوزارة الدفاع، 48 ساعة يجبو يخرج، خرجوا. بن ناصر بوعنان بابه كان جنرال، جنرال بن ناصر العربي كان مدير القضاء العسكري، وقتلوه في أول سبتمبر 2005 في عين دفلة. اللي قتلوه هما جماعة الإسكادرون واحد تاع اللي كان يقودهم سي إيتو عرابي، سي جنرال حسن كان في الوقت ليوتنون كولونيل، هو اللي حرش لأنه باباه جنرال بن ناصر العربي كان ضد قانون الرحمة اللي خرجوا العسكر باش يسامحوا القتالين، ليشكوا القتالين انه قال بون خلاص قال الرحمن قوالو خلاص ما نتسامحوا في بعضنا. هاو اليوم مع حسين بولحيا وناصر الجن وجماعتهم، فلما تحداهم وقال لهم قولوا شنقري حيجي وجيبوا حسين بولحيا ولاو رفعوا الجلسة، كي عاودوا رجعوا الجلسة حاول البروكيرور بخاري فريد باش يهدنوا ويكلميهم وبدا، وقال له تراجع على الشيء اللي قلته، الكولونيل بن ناصر بوعلام اللي معروف باسم حمزة طلب حماية أنا اللي أعماها، طلب حماية تبون لأنه قلم أنا راني في خطر، وصح في خطر لأنه فضح وجه اتهامات ضد ولد زميرلي وشنقريا، مع التذكير أنه لما نحاوه من أليكونت في 2021 حبوا يساووا معاه، قالوا له ترجع للمنصب تاعك بصح نتركوك تخدم على الجماعة اللي راهم مسميهم يشوشوا علينا في الخارج، تعرف شنو يشوشوا علينا في فرنسا وفي الخارج، لازمك تتصيدهم وتدخلهم. وفي نفس الوقت قالوا هادو حاول كيفاش دورهم ضد تبون وضد بوعلام بوعلام، لأنه ما دام هادو يحبوا يعني يفضحوا ينتقدوا كذا، قالوا ما عادش ينتقدوا نحنا ينتقدوا تبون وبوعلام بوعلام، قال لي ما نمشيش في هاد لا كومبينات،
ما مش في علاقة. واللي كان قائم بالعملية هذه راح مشاهدر معه في الموضوع هذا حسين بولحية. الذي يطلب حسين بولحية قال لهم جيبوها. ومن بعد تم توقيف الأميرات الغرامي بعد التوقيف الأول لأنه كان رمى القيادة صلاح في الحبس بعد عاودوا خرج زادوا عاودوا وقفوه هو وعمر ولد زميل اللي خو ولد جنرال ولد زميل اللي كان مدير أمن الجيش السيد علي دونك كان عمر ولد زميل لي وكان ثاني كوموندون عبد الرحمن هذا ريزو تاع دي سي اس ا اللي كان يكومبلوطيو كونتر تبون بوعلام بوعلام ومحاميهم شنقريحة ومعاهم ثاني هذا الكولونيل معاد واللي يعني يخدموا تحت اوامر شنقريحة ديريكت داير باش ينقذوا جماعة عمر والتميرلي و طارق عميرات وكامل إلى يومنا هذا ما تحكموش مازال مخلينا موندا ديبو عامين موندا ديبو واش يستناو يستناو ديسمبر 24 باش تلقوهم وغداه تحكي يغلقوا الملف ولكن البارح التصريح تاع كولونيل بن ناصر قدام القاضي تاع المحكمة العسكرية تاع بليدة قلب الموازين كشف امور مشات الهضره لابروف وصلت لي الهضره مشات لانه الناس قالك بون دابور حجره شارين هادو ان كولونيل مثقف يجوا ناس مجرمين يشروها استياء كبير داخل الجيش الناس اللي كانوا سامعين الان مادام وصلوا تكلمت ودركا راح توصل لكامل افراد الجيش يكون غضب داخل المؤسسه العسكريه غضب داخل صفوف الجيش الوطني الشعبي لانه كما نقول ونعاود الجيش الوطني الشعبي ما عنده ثقه في القياده ديالو ولا القياده العسكريه عندها ثقه في الجيش كاين سيباراسيون كاين واد كبير ما بيناتهم انا هادي نقول دائما نقطتين اسمعوا مليح مره القياده العسكريه في حاله ما يخرج الشعب للشارع ما يعطيو امر للجيش باش يخرج للشارع ابدا ابدا الدور عليهم النقطة الثانية مره القيادة العسكرية ما تقوم بحرب ضد المغرب لأنها على بالها باللي الجيش الجزائري ما عندوش شيء ليقنعو باش يدير حرب ضد المغرب ما عندوش تدخل في حرب ضد المغرب على جال بوليزايو تلعب لي بروحي تحب تقتلني و ونهج مرتي ونتم ولادي على جرمي على جرم بوليزار يعني ما عندهمش ثقة في الجيش الجزائري القيادة العسكرية البندية هذا العراية الفيوات بقات يعني البارح ما تمتش محاكمة الكولونيل بن ناصر لأنه
أله لا حضور حسين بولحية وبقية العناصر اللي راهو يحمي فيها شنقريحة واللي هما وراء مؤامرة ضد شادلي ضد تبول وصاحبه هذا بوعلام بوعلام. لأن المؤامرة تبول جاته بين يديه، ملف جاه بين يديه، صابوا في التليفون اللي نحاوه الهدايا اللي تعرفوها هاو يجيبوه لندن. هذا لو راديغو هذا اللي كان عنده التليفون فيه كلش وضع في واحد سهل عاصي عطى طريحه بالكفوف برك بالكفوف لانه ماهوش تاع لي تاع تبزح لا را بروف شتو كيش يبكي يعيط اي 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 كارلوس كارلوس هذا سي محمد ايت افتيس يعني تقولوا جاهد هذا زعما اللي تكلف باش يقتلني انا ويبومبي ويقول لهم نطلع له ندير له ولاد الوغ كي نحل التليفون التليفون هذاك مشى عند فريد بن شيخ مدير الشرطه واللي داه بعد لتبول تبول كي شافو ولد حرام وخامج ونذل ورخيص وجبان ما عندوش جرام شجاعة يسيب المؤامرة راهي مدبرة من طرف شنقريحة وولدو في فرنسا والجماعة تاع جبار وكان كلشي قدامو عطا كلشي لشنقريحة واش يدير شنقريحة سي نورمال يحارب جبار ويدورو على الحرقة اللي في حقوش على واحد قال جا حارق حارق في الطيارة من وهر نحي 18 بوليس دخلوا من الحبس ونحي مدير تاع البوليسية على جال واحد حرق في الطيارة وتبوني نتفرج لا هذه نقول الكولونيل بن ناصر اللي طالع إما يتبون ما تجيش تبون هات يا ربي يحمي روحه هات يا ربي يحمي روحه فقط هذا معنى لأنه تبون اللي عنده في جرام ثقة نذكره قلو شوف كيفاش تبون كان يمشي شوفوا تبون كيفاش يعطوا على يديه وتجيه شوفوا الوقت سبيبي خلاص واحد يمرد على يديه ورجليه تحبوا تزيدوا يعني خلينا من سيفيليزاسيون تاع الكراجات هذيك تطوروا تطوروا الجيريه ايفولوي دوك ما كونش على كوت دي الجيريان دي الجيريون او خلينا خليتونا غير في الترغوزه تعرف شو كاش كان ينبقي سلاله ربط راسه كوم لو كونكر دو لا كلاس هذاك الغبي تاع القسم لما يبخل المعلم محبط راسه هكذا تبون هذا واحد يعول عليه باش يغير الجزائر ولا يبني الجزائر ولا يحدث ثوره في الجزائر ولا يواجه واحد بوال كيما شنقريحه ابدا ما تعولش عليه ما تقدرش تعود عليه للاسف الجزائر طاحت بين يدين واحد ولد حمام هذا هو المشكل تاعي قول ربي قدر الخير لبلادنا ربي بعد عليها من الحرام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وموعدي بكم غدا إن شاء الله هشام عبود هشام عبود هشام عبود هشام عبود هشام عبود هشام عبود هشام عبود
ليش يديرو في سمعكم اش يديرو ثم